الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم طلابا وطالبات في شركة تطوير للخدمات التعليمية. سوف نقدم لكم اليوم درس للصف الثالث المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، في مادة لغتي الخالدة، وموضوع الدرس في الوحدة السادسة: الأسلوب اللغوي العدد. أهداف درسنا لهذا اليوم: التعرف إلى مكونات أسلوب العدد، والتعرف إلى العدد المفرد وتمييزه، والتعرف إلى العدد المركب وتمييزه، والتعرف إلى أعداد العقود وتمييزها. هذه أهداف درسنا لهذا اليوم، فلنبدأ مستعينين بالله في تحقيق هذه الأهداف. قال الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أتأمل الآية السابقة ثم أجيب وفق الجدول التالي. نتأمل الآية ونجيب ونستخرج العدد وكذلك المعدود. فكر أيها الطالب وحاول أن تستخرج العدد أولا، ونقول العدد هو، أحسنت، 1000. أما بالنسبة للمعدود تذكر ونقول، أحسنت، سنة. العدد 1000 والمعدود سنة. أتذكر أن مكونات أسلوب العدد: العدد والمعدود. هذه مكونات أسلوب العدد، وهي العدد والمعدود. أما بالنسبة للعدد فهو لفظ معرب في الغالب، وقد يكون مبنيا يذكر لتحديد كم معين. أما المعدود فهو اسم معرب يذكر بعد العدد مباشرة ويسمى التمييز. ينقسم العدد إلى: أولا العدد المفرد، ويشمل الأعداد من 1 حتى 10 و100 و1000 ومضاعفتهما. ثانيا الأعداد المركبة، وتشمل الأعداد من 10 إلى 19. ثالثا أعداد العقود، وتشمل الأعداد 20 إلى 90، 20 و30 و40 و50 حتى 90. أعلم أن أولا العدد المفرد، العددين 1 و2 يطابقان المعدود تذكيرا وتأنيثا، فالعدد 1 و2 يطابقان المعدود بالتذكير والتأنيث، وقد يحذفان من الجملة لأن لفظ المعدود يدل عليهما، وإذا ذكرا في الجملة يعربان نعتا. إذن نعلم أن العددين 1 و2 يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث، وقد يحذفان من الجملة. لماذا؟ لأن لفظ المعدود يدل عليهما، وإذا ذكرا في الجملة يعربان نعتا. استخرج العدد وبين المعدود: جاء ولد واحد. استخرج ابني الطالب العدد والمعدود من هذا المثال: جاء ولد واحد. فكر ونقول: أحسنت، المعدود هو ولد والعدد 1. بارك الله فيك. فيما طابق العدد المعدود في نفس المثال: جاء ولد واحد. فكر ابني الطالب فيما طابق العدد 1 المعدود ولد. نقول: أحسنت، طابق العدد معدوده في التذكير. أعلم أن الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. إذن عرفنا سابقا أن العددان 1 و2 يطابقان المعدود تذكيرا وتأنيثا، ولكن الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، وتمييزها دائما جمعا مجرور، وتعرب حسب موقعها في الجملة. أحول الأرقام الحسابية التالية إلى ألفاظ عربية وأغير ما يلزم. المثال الأول: أقلت السيارة بين قوسين العدد 6، مسافر. المثال الثاني: أقلت السيارة كذلك بين قوسين 6، مسافرة. لاحظ المعدود في الجملة الأولى مذكر، والمعدود في الجملة الثانية مؤنث. فكر ابني الطالب في المثال الأول: أقلت السيارة مسافر. حول الرقم 6 إلى لفظ عربي. نقول:
أحسنت، أقلت السيارة 6 مسافرين، لأن المعدود مذكر مسافر يأتي العدد مؤنث. أما بالنسبة للمثال التالي، أقلت السيارة مسافرة، حول الرقم 6 إلى لفظ. فكر ونقول: ممتاز، أقلت السيارة 6 مسافرات، لأن المعدود مؤنث يأتي العدد مذكر، كما ذكرنا لكم أن الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود بالتأنيث والتذكير. المثال التالي: الأسبوع بين قوسين العدد 7 أياما، حول هذا العدد إلى لفظ. فكر ونقول: أحسنت، الأسبوع 7 أيام، ممتاز، لأن المعدود مذكر لا بد أن يكون العدد مؤنث. المثال التالي يقول: الأسبوع بين قوسين 7 ليال، انظر إلى المعدود ليال، هل هو مذكر أو مؤنث؟ ليال جمع ليلة، إذن هو مؤنث. إذن كيف ستحول الرقم إلى لفظ مذكرا أو مؤنثا؟ حاول ونقول: أحسنت، الأسبوع 7 ليال، ليال مؤنث، فسيكون العدد مذكر. ننتقل إلى التالي. المثال التالي: عدد الطلاب في الصف 10 طلاب، حول هذا الرقم إلى لفظ. وحاول ونقول وتذكر بأن طلاب مذكر. نقول الإجابة هي: أحسنت، عدد الطلاب في الصف 10 طلاب، المعدود طلاب مذكر، والعدد 10 يخالف المعدود بالتذكير والتأنيث. المثال التالي: وعدد الطالبات 10 طالبات، حول هذا الرقم إلى لفظ. ونقول: أحسنت، وعدد الطالبات 10 طالبات، خالف العدد المعدود بالتذكير والتأنيث، فطالبات جمع طالبة وهو مؤنث، وجاء العدد 10 مذكرا. أعلم أن 100 و1000 ومضاعفتهما لا تتغير مع المعدود تذكيرا وتأنيثا، وكذلك تمييزهما مفرد مجرور، وكذلك تعرب حسب موقعها في الجملة. أحول الأرقام الحسابية إلى ألفاظ عربية وأغير ما يلزم. في المكتبة 100 كتاب و100 قصة، حول العدد 100 إلى لفظ. حاول ونقول: أحسنت، في المكتبة 100 كتاب و100 قصة. لاحظ أن المعدود الأول كتاب مذكر، والمعدود الثاني قصة مؤنث، ولم يختلف العدد في اللفظ، فالعدد 100 و1000 ومضاعفتهما لا يتغير مع المعدود. ثانيا، العدد المركب. أعلم أن العددين 11 و12 يطابقان المعدود في جزئيهما. هذه الأعداد هي مركبة من جزئين: 11 و12، ويطابقان المعدود في الجزئين. كذلك الأعداد من 13 إلى 19، الجزء الأول يخالف المعدود والثاني يطابق. إذن هذه الأعداد المركبة تتكون من جزئين. بالنسبة للأعداد من 13 وحتى 19، تخالف في الجزء الأول وتطابق في الجزء الثاني، وتمييزها مفرد منصوب دائما. أحول الأرقام الحسابية التالية إلى ألفاظ عربية وأغير ما يلزم. في المعرض الرقم 11، رجل وامرأة، حول العدد 11 إلى لفظ. حاول ونقول وتذكر بأن الأعداد 11 و12 تطابقان المعدود في جزئيهما. نقول: في المعرض، أحسنت، 11 رجلا و11 امرأة، طابق العدد المعدود في الجزئين، 1 للمذكر و1 للمؤنث. في الحفل بين قوسين الرقم 14، ضيفا وضيفة، حول الرقم إلى لفظ، وتذكر بأن الأعداد من 13 إلى 19 تخالف في الجزء الأول وتطابق في الجزء الثاني. نقول: أحسنت، في الحفل 14 ضيفا و14 ضيفة. لاحظ أن العدد الجزء الأول 4 خالف المعدود ضيفا، أما الجزء الثاني فيطابقه في التذكير.
وكذلك هنا العدد 14 الجزء الأول خالف المعدود، أما الجزء الثاني فطابقه في التأنيث. ثالثا أعداد العقود، وهي الأعداد 20 و30 إلى 90، لا تتغير مع المعدود تذكيرا وتأنيثا، وتمييزها مفرد منصوب دائما، وتعرب الأعداد إعراب جمع المذكر السالم. أحول الأرقام الحسابية التالية إلى ألفاظ عربية وأغير ما يلزم. حضر الحفلة بين قوسين العدد 20 رجل وامرأة، حول العدد 20 إلى لفظ حاول ونقول ممتاز، حضر الحفلة 20 رجلا و20 امرأة. لاحظ أن المعدود رجلا مذكر والمعدود الثاني امرأة مؤنث، ونلاحظ أن العدد 20 لم يتغير مع معدوده سواء مذكرا أو مؤنثا. المثال التالي في الدقيقة 60 ثانية، حول الرقم إلى لفظ، نقول أحسنت، في الدقيقة 60 ثانية، بارك الله في جهودك. تدريبات عامة، نأخذ هذا التقويم. السؤال يقول أختار التمييز المناسب لكل مثال مما يلي: في اليوم 24 فراغ، ساعة مرفوع أو ساعة منصوب أو ساعة مجرور. تذكر المعدود منصوب أو مرفوع أو مجرور. حاول ونقول أحسنت، الإجابة ساعة منصوب، في اليوم 24 ساعة مفرد منصوب. اشترك في الرحلة 13 رجل مجرور أو رجل مرفوع أو رجلا منصوب. اختار أحد هذه الاختيارات، فكر ونقول أحسنت، رجلا مفرد منصوب، اشترك في الرحلة 13 رجلا. تعلمنا في درسنا لهذا اليوم ينقسم العدد إلى العدد المفرد والأعداد المركبة وأعداد العقود. انتهى درسنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء إلى دروس قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.